جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استعرض المجلس طلب مناقشة عامة حول استضاح سياسة الحكومة حول العديد من الملفات، بينها تقنين ملكية الأراضي الزراعية وتسهيل تسجيلها وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات من خلال منظومة الشباك الواحد. وإحنا بنتكلم على تقنين أراضي، أنا بتكلم في الصحراوية. أنا في كلمتي مع الوزير كنت بقول له الأرض الصحراوية غير الأرض الطينية. الأرض الطينية لو أنت أهملتها سنة هترجع لها السنة اللي بعدها. الأرض الصحراوية فلوس وإمكانات كبيرة قوي بتتحط، لو أنت سبتها شهرين ثلاثة بس من غير رعاية بترجع الصحراء تاني. وإحنا في عرض كل متر نقدر نزرعه، وبالتالي هي مشكلة موجودة بتقابل ناس. اتكلمنا مع الوزير على المشاكل، حددنا له مشاكل، حددنا له لازم يبقى فيه شباك واحد. النهاردة قدرنا نلقي الضوء على ان اذا تم حل هذه الاشكاليات هيكون هناك فرصة اكبر للاستثمار الزراعي، وخصوصا في سعي الدولة. يمكن العالم كله بيعاني من قصور في المواد الغذائية والانتاجات المنتجات الزراعية، وان احنا زي محتاجين نحقق الامن الغذائي وننشده من خلال تطوير المنظومة الزراعية. احنا شايفين كمان ان احنا في تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين لمسنا نقطة اخرى، ان احنا حريصين على تحقيق او تعزيز مفهوم المواطنة لدى المواطن. ما بنتكلمش عن المستثمرين فقط وكبار المستثمرين، بنتكلم عن المواطن البسيط اللي لديه مساحة صغيرة ولكن محتاج انها تقنن ويكون له صكوك ملكية واضحة فيشعر بالامان والانتماء لبلده بشكل كبير، ويكون عنده فرص اكتر من استثمار او تنميتها بشكل كبير. يمكن دي اهم النقاط اللي احنا طرحناها. وخلال الجلسة العامة احال المجلس طلب مناقشة وبيان وزير الزراعة بشأن تقنين الاراضي الى لجنة الزراعة لبحثه واعداد تقرير يعرض على المجلس. صراحة طلب المناقشة جه في وقته، لان احنا في مشاكل المواطنين بيشتكوا منها في تقنين الاراضي الصحراوية التابعة ولايتها لهيئة التعمير او المشروعات الزراعية، وده موضوع قديم بقاله اكتر من 30 سنة في مشاكل على الحوار ده والاسعار بتزيد. النهاردة كانت مناقشتنا معاهم، احنا كان من وجهة نظرنا ان احنا يجب اعادة هيكلة الهيئة لان قرار انشائها وسلطتها من السبعينات، وده لا يواكب الحداثة اللي احنا بنخوض بها للجمهورية الجديدة من طريقة الادارة وتسهيل الاجراءات والرقمنة، فده محتاج يعني تدخل تشريعي سريع. ثم ان كمان الموظفين لازم تعمل تدريب للموظفين داخل الهيئة، علشان احنا بنتكلم على استثمار وجذب استثمار، والاستثمار الزراعي استثمار مكلف، فيجب ان يكون برضو الموظفين مراعيين ده وعارفينه. تقييم الاراضي وحق الانتفاع لازم يكون بارقام منخفضه عشان نشجع الشباب. كان امر مهم جدا النهارده ان الهيئات المختلفه لوزاره الزراعه محتاجه فعلا رؤيه واستراتيجيه الفتره اللي جايه تنتقل من مرحله حل مشكلات المستثمرين في تقنين الاراضي وعقود التمليك لمرحله تانية. احنا شايفين ان محتاجين رؤيه وقاعده بيانات متكامله تعلن فيها عن الخريطه اللي موجوده داخل الدوله المصريه، نعلنها للمستثمرين، نحط خطه استراتيجيه للمحاصيل الاستراتيجيه اللي بتستهدف مصر ان هي يبقى عندها اكتفاء ذاتي منها. ده كان امر مهم جدا. محتاجين النهارده الخريطه دي تعلن بشكل ميسر مش لكبار المستثمرين فقط، احنا محتاجين نستهدف شريحة الشباب والخريجين، محتاجين نتوسع أفقي في مساحات أكبر ومصر عندها مقومات. وفي نهاية أعمال الجلسة أحل مجلس الشيوخ 12 اقتراحا برغبة من مجلس الشيوخ للحكومة لاتخاذ اللازم.